عسلامة، عسلام. بس الحمد لله. قد من روحك؟ أيمن مروش. نحكيو احنا اليوم على ظاهرة المخدرات عند الشباب، وانت شاب، كيفاش نجم توصف الظاهرة ذي؟ والله مخدرات باش معناها تقصدها انت كيفاش تدخل معناها ولا كيف؟ اليوم مدى استهلاك الشباب للمخدرات. استهلك المخدرات شنو كيفاش يعني شباب اليوم قاعد نسبه كبيره قاعده تتعاطف في المخدرات؟ هي برس كل حومه كل بر كلها تتعاطف المخدرات. كل انت زاده المو عند الله. علاش الشباب يتعاطف في السم هذا؟ ماني مفهمنيش شو اللي يخليه يتعاطف. سامحني انت عجبتك العيشه هذه؟ عجبتك معناها الوضع هو اللي يخلي الشاب يتعاطى المخدرات؟ كل شيء. ترى انت هذا سبب مقنع؟ ماني سبب مقنع. سامحني انت انسان كي عنده مشاريع وعنده واحد يعني كل شيء، مش تمشي انت تخدم عنده نهار مش يعطيك 20,000؟ شو تعمل بيها انت ال 20,000؟ باكو الدخان ب 10,000، فاهم؟ شو باش يعمل بيها 20,000؟ برسك يخدم شهر نقول، ما تجيبش حق سبيدري الحكايه، فاهم؟ هذا يخلي الشاب اليوم ما يستهلك مخدرات والا يروجها؟ من الوضع. انت معناها انت انثى، البلاد هذه تعيش الاناث. انت كان جيت تذكر ما توصلش تعيش فيها معناها البلاد هذه. اذا الشاب اليوم ماهوش لاقي نورمالمون يمشي يخدم باش يلقى، مش يمشي يتعاطى المخدرات. يخدم هاني قلت لك يعطيه 20,000 في النهار، شو باش يعمل بها؟ اما خير صفر والا 20؟ اما خير فما اموال شويه فلوس والا صفر، ما فما حد شيء. تكون باللي باش تكون ما 20,000 ما تعيش. عاد الصفر يولي خير، ما يتعرف على عباد، يشوف حكايات اخرى، يعيش تجربه اخرى، معناها واختك من الصفر انت. 20,000 ما تعمل حد شيء. الشاب اليوم منين يجيب اذا هو ما يخدمش؟ منين يجيب الفلوس باش ياخو المخدرات؟ يلحم انت كاولي ريك. اي عاود لي. والله الا فهمتك. والله يلحم شنو هو؟ يلحم ليريكا، يلحم الزطله، يلحم اي حاجه باش تخليه يلم شوي مصروف ويخرج من البلاد. معناها هو ما عندوش فلوس ما يخدمش، منين باش يجيب الفلوس باش ياخو المخدرات؟ كيفاش؟ هذيك اسمع، تعرف انت جونيور حسين؟ انا فسر لي ساعة، انا نسأل فيك، إذا هو ما عندوش فلوس منين يجيب هالفلوس باش يشري المخدرات؟ الليل هو اللي يجيب برشا عباد و الليل؟ إي الليل، يعرفك على برشا عباد وتدخل في حكايات أخرى وتولي تجيب في حاجات ما تتوقعش للبلاد. عالم اخر في الليل؟ عالم اخر. نجم تحكينا عليه؟ لا احكينا شوي عليه. عالم اخر معناها فيه العالم اخر؟ في برشا حاجات. اللي هو اش فيه؟ شو معناها اللي يعيشوا بالليل هما اللي عايشين يعيشوا بالليل هما اللي كيفاه غدوه باش نجيب فلوس، كيفاش باش الواحد معناها انا واحد من الناس نعدي نهار كامل راقد، نخرج كان في الليل. فاهم؟ كان في الليل، في الليل هو اللي حسن لي مسيرتي أنا في الحياة هذي. بركة جيت؟ لا لا. هاو ستيف. مانيش نلعبوا في غميضة احنا. مانيش نلعبوا في غميضة، ما حكاية الليل واحد. ما فماش فلوس لكن في الليل فما فلوس. توجد الفلوس توجد كل شيء. توجد برشا حاجات. كيفاش؟ زيد فهمني، ما فهمتش الحقيقة. بشنية؟ كيفاش توجد فيسا؟
درجة سهلة الحكاية؟ اسمعي، أنا واحد من الناس عشتها تجربة ذي و... احكينا على تجربتك ميسي. تجربتي أنا؟ احكينا على تجربة. باه، تجربتي أنا دخلت نخدم في ألمنيو، خذيت دبلوم، دبلومي تو مطيش وفي الشوارع وكل شيء. البلاد هذه ما تحقق لكش شنية الما قدام، متحقق لكش حد شيء. معناها اللي كان جيت في بلاد أخرى معناها دبلوم وكل شيء تاخو يلوجوا عليك. معناها أنا في البلاد هذه ما لقيت حد شيء. ما لقيت حد شيء شنو يعمل؟ حكاية اللي ما زلت مصرة باش نعرف شنو ما هما حكاية اللي كيت اللي باه. عندي واحد صاحبي معناه هبط للحد، الحد بين تونس والجزائر، معناه سربي يعطي ياخو كل شيء. شي سربي مخدرات؟ لا لا مالا، حاجات اخرى. شنو ما هما اخي؟ هما فما كل المخدرات في البلاد. شنو فما برشا حاجات خمره؟ لا لا مالا. شنو هو يسربي؟ خليهم مخدرات. اي قول لي مخدرات. باه المخدرات، لحظه بركه باه مخدرات. شكون اللي دخل فيهم البلاد؟ شكون الكبارات معناها؟ شكون الكبارات؟ ما نعرفش انا. من البلاد ولا؟ هي علاش نحن كي معناها كي تلقاه في راس النهج بجونتا ولا بحاجه تهزوا وانت، واللي انت هو اللي تدخل فيها الحكايه هذيك الشباب، معناها ليه؟ لما اللي حكايه صاحبك؟ ليه خلينا من حكايه صاحبي؟ مهمه حسيت. ليه ليه مش مهم. اعطيني من حكايه الدوله وكل شيء، شكون اللي دخل فيها؟ كبارات ولا؟ انا عندي ولد حومتي صغير معناه نحبه نهار اخر يشرف تونس. شيء يشرف تونس، يشرف الشباب التونسي معناه وكل شيء. نحبو سبورتيف انا ولد حومتي هذاك نهار اخر، علاش معناها تدخل له انت شنو باه؟ شنو معناها انت تدخل له حاجات مستهلكه في البلاد باش سيء يدفن شبابه في البلاد هذايا وبلاد تقتل فينا معناها بالطموح وكل شيء. هاتين باه. انت اذا تستهلك المخدرات ماكش تقتل في روحك هكاك؟ نقتل في روحي يا. لا علاش يدخلوا فيها هما اصلا تونس باش نوصلوا نحنا نتكيفوا ونوصلوا فيها؟ ما هذه هي حكايه لي. لي حكايه لي ما خليك على جنب حكايه لي. ما فسر لي. لا لا مازلت مصر راني. مصر على روحك هذيك. باهي سامحني، انت عايش قداش عريتك انت؟ ايش يهمك في انا؟ علاش تعرف حكاية، تحب تعرف حكايه الليل وانت ما تقوليش على شهريتك؟ دخل شهريتي في حكايه لي. اعطيني شهريتك تو نحكي نعطيك حكايه. لا علينا فيه. لا علينا فيه. تعرفهم انت حكايه لي اللي يحكي عليهم صاحبك؟ ما عندي حتى فكره. برشا مضرورين، برشا شباب ذال روحه بحكايه المخدرات. الشباب خطير. الشباب خطير. كلهم الدولة. الشباب يجي زاد 20,000 في النهار و مثلا هو يدخلك في 30 مليون في النهار باش يجي هو يخلص، فهمتها؟ يدخل هو برشا فلوس باش يعطيك 20,000 زادة ما تجيش، فهمتها؟ يلزم على الأقل فهمت يحس بالعبد اللي يخدم عنده، فهمتها؟ ما يستغلوش، يلزم يحس بيه، فهمتها؟ اللي يخدم عندك وتعب عندك يلزم فهمتها يعطيك حقك ويعطيك برشا حاجات واللي أنت تخدم عنده، فهمتها؟ على عبارة ماكش انت فهمت عبيد عنده، على عبارة يخدم فيك فهمتها وياخو في حقه وهو أكثر من لازم ويعطي فيك في 20,000 عرفتك الزايدة مطيشة، ما مش فلوس كما قلنا، كان جاي يعطي فيك في حقك والله عادي ما فما حتى مشكل. أما إنسان يجي يعطيك 20,000 فهمت على عبارة أنا ذليتك، أنا أعطيتك 20,000 وخلصتك صحتك 600,000 تخلص بلاش باش تعمل بها 600,000؟ شو تاخذ سبيدري أنت ب 50 60 120,000 ما عندك ما تعمل، فهمتها؟ ما عندكش تليفون باش تاخذ 150 200,000 تليفون، فهمتها؟ بلاش شنيا تليفون ب 200,000 باش يعمل لك، فهمتها؟ باش تصب تليفون باش تشري تليفون. اسمعني انا عندي عارف والعارف كر
حاسيلو هذا جاي فيها معناها دين الاسلام ويصلي وكل شيء فاهمه، يعطيني يعطيني انا 20,000 في النهار، وهو يمشي ما نعرفش يشوف امور ويشوف حاجاته، يشيخ يعملهم الكل في الليل وكل شيء، ويجيني انا يعطيني 20,000. مش تحسها معناها ضروره هذايا؟ اعطيني واحد بدبلوم مطيش في تونس معناها تربح شيء من البلاد هذا. نخلي لكم توا كلمه الختام، بون باش نخليها لك، لك انت تحب تغني حاجه تفضل. دزوا البيبان وهزوني، لامي ما تبكي ما رحموني، حطوا لمينات يا وفي بوشوشة يا وقرجاني. كلمة الختام، أنا كنت طبيب، أنا كنت دواء، أنت كنت الذيب كنت الداء، هزتك لين عظمة الواء، وقلبي يعرف ينسى الإنساء، بابو سكرته وباب بلا، وأنا اللي مخير منك نستاهل، دورتك في قارو دواء وكميتك بيبي. شكرا.